فما علاقة دنيا بطمة بحساب حمزة مومبيبي، الحساب الذي دمر حياة مريم سعيد قبيل زواجها بلحظات؟ إليكم التفاصيل. في سياق التساؤلات حول مصير المغنية المغربية دنيا بطمة المدانة في حساب حمزة مومبيبي وموعد الزج بها في السجن بعدما رفضت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقد بالرباط الخامس الماضي الطلب النقد الذي تقدمت به في الحكم الاستئنافي الذي صدر في حقها قبل 3 سنوات من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، والذي أدانها بسنة حبس نافذة وغرامة قدرها 10,000 درهم على خلفية تورطها في قضية حساب حمزة مومبيبي. أعاد الرواد منصة التواصل الاجتماعي تداول قصة إحدى ضحايا دنيا بطمة وكيف تسبب الحساب المذكور في تدمير حياتها. وتعتبر الإعلامية المغربية مريم سعيد واحدة من أبرز ضحايا حساب حمزة مومبيبي بعد تعرضها لحملة تشهير وابتزاز لأشهر طويلة انتهت بتقديمها لاستقالتها من برنامجها الذي كان يعرض على شاشات NBC، ونهاية مؤلمة لحفل زواجها قبل يومين من موعده، وذلك بسبب نشر الحساب المثير للجدل صور لها زعم الواقف وراءه أنها توثق لقضائها شهر عسل مع زوجها السري الذي يشغل منصبا دبلوماسيا. إلى جانب ذلك نشر حساب حمزة مومبيبي صورا غير لائقة زعم أنها تخص مريم سعيد عندما كانت تشتغل في منزل أحد الأمراء في دول الخليج، كما نشر مقطع فيديو منسوب للأخيرة وهي في أحد أماكن السهرة بطريقة غير لائقة. لم يتوقف الحساب ذاته وتجاوز ذلك إلى حد إرسال صور قديمة وغير لائقة إلى خطيبها المليونير كريم ضريف المغربي الأصل، ما تسبب في فسخ خطوبتها وإلغاء الزواج قبل يومين من موعد الحفل. وكانت مصادر إعلامية عزت سبب انتقام دنيا بطمة من مريم سعيد لقيام الأخيرة باستضافة منى صابر طريقة زوجها محمد الترك في البرنامج الذي تقدمه على شاشات NBC. وبحسب المصادر ذاتها فقد فسرت دنيا بطمة استضافة مريم سعيد لطريقة زوجها بكونها تتعمد الإساءة إليها وتشويه صورتها ما دفعها على تدمير حياتها بنشر تفاصيل من حياتها تسببت في الأخيرة في إلغاء زواجها وفصلها من عملها في قناة NBC. وأشار النشطاء إلى أن آخر ظهور لمريم سعيد كان في سنة 2019 ومن بعدها اختفت إعلاميا بعدما اعتزلت عقب زواجها بحسب ما يروج من الأخبار. كما لفت النشطاء إلى أن كثيرين تضرروا من حساب حمزة مومبيبي مشددين على ضرورة أن تنال دنيا بطمة العقاب بدخول السجن، مع أن سجنها لن يعوض الضحايا عن النار والألم والجرائم المرتكبة في حقهم.